طب الحمد لله. انا هكلم غاده بقى خليها تجهز. لا لا انت هتسافر لوحدك وبعد شويه ان شاء الله ان شاء الله يعني هنلاقي طريقه نخليهم يحصلوك. لوحدي يعني يا شيخ كابر؟ انا مش رايح حته من غيرهم، رجلهم على رجلي وده كان اتفاقنا. يا ابني انت ليه عايز تاذيهم؟ انا مش قلت لك لازم تبعد عنهم عشان تعرف تحميهم؟ وبعدت عنهم، انا بقالي 5 شهور بعيد عنهم يا شيخ جابر، لكن اسافر من غيرهم كمان ده مستحيل. شوف يا سليم، اوعى تكون فاكر يا ابني ان الخروج من مصر حاجه سهله ولا بسيطه. لا انت ما تعرفش احنا عملنا ايه علشان نعرف نسفرك. وانت ما فيش حاجه طلبتها مني وقلت لك عليها لا، لكن اسافر من غير مراتي وابني مستحيل، وده اخر كلام عندي. على راحتك يا سليم، خليك بس اعمل حسابك، لو ما سافرتش مش هتخرج من هنا غير على مكان واحد بس، السجن. انا متشكر قوي ليكوا حقيقي، مش عارف اقول ايه. على ايه؟ ده شغلنا والحمد لله ان هو رجع بالسلامه. علي احنا هنسافر النهارده، ملناش قعاد هنا بعد اللي حصل. حاضر، هروح احضر انا الشنط وانت هات لنا تذاكر طياره. يا ريت اول ما تجهزوا تبلغونا عشان نجيب عربيه لحد باب البيت تاخدكم وتوصلكم لحد المطار. وحمزه فين؟ ما جاش ليه؟ حمزه حصل له حاجه؟ حمزة قتل جابر؟ ايوه. طيب طيب هكلمك بعدين. انا اسف سيادتك اني دخلت بالطريقه ديت، بس تعال. تعال اتفضل يا فندم. دلوقتي لازم نبقى متفقين ان لا جابر ولا سليم هيظهروا الفتره اللي جايه خالص، ولا احنا كمان عندنا طريقه نوصل بيها للمكان اللي هم مستخبيين فيه. بس مش معنى كده ان هم ساكتين، لا اكيد بيجهزوا لحاجه جديده او لخطه يهربوا بيها بره مصر. احنا بقالنا 5 شهور 5 شهور مراقبين اي حد ليه علاقه بجابر وسليم وبرضه ما وصلناش لاي حاجه. انا عندي اقتراح. الاقتراح ده ممكن يوصلنا لجابر وسليم، او بالمعنى الاصح جابر وسليم هم اللي هيجوا لغايه عندنا. احنا لازم نديهم هدف. هدف؟ هدف ايه؟ هدف يكونوا بيتمنوا يوصلوا له علشان يغتالوه. الهدف اللي انا بقترحه هو سياده اللواء صبري. انا عارف ان الاقتراح اللي مقدمه حمزه صعب جدا، بس انا موافق عليه لان انا اكتر واحد جابر عايز يغتاله، ولو ادينا له الفرصة أكيد هيحاول مرة تانية. وكل اللي احنا هنعمله إن احنا هنسرب معلومات عن تحركات اللواء صبري ومواعيدها. والموكب اللي هيتحرك هيبقى موكب فاضي. هدف سهل ومتحرك. وأول ما يظهر جابر وسليم هنبقى جاهزين لهم إن شاء الله. اتفضل يا ابني. ازاي؟ انا هفهمك يا بهاء. ايه يا دودو؟ ما جيتيش ليه؟ كده يا بنتي هتتاخري على الشغل. انا مش رايحه الشغل النهارده يا ماما.
ليه؟ أجازة النهاردة؟ لا يا ماما، أنا سبت الشغل خلاص. هو أنت لحقتي؟ سبت الشغل ليه؟ أنا سبت الشغل يا ماما، مش عايزة أتكلم في الموضوع ده. طب ليه يا بنتي بس سبت الشغل؟ إحنا ما صدقنا إنك تشتغلي. ما أنا بقولك مش عايزة أتكلم في الموضوع ده، إيه اللي مش مفهوم في كلامي؟ خلاص خلاص براحتك براحتك، خلاص براحتك براحتك يا بنتي براحتك. اتفضل اتفضل اقعد. انقل الخبر ده صفحه اولى. رانيا اعملي حسابك النهارده في مؤتمر عن الاعلام ودوره في مواجهه الارهاب وعايزك تحضريه. معلش انا مش فاضيه خالص النهارده. لا لازم تروحي، ده تكليف، يعني سيبك كل اللي في ايدك وتحضري المؤتمر. كنت عارف ان انا مش هلحق ايه وان مفيش وقت، بس كان لازم اوصل لسليم، قصدي اللي ورا جابر، ان انا نفذت لهم كل طلباتهم، ان انا قتلته فعلا. علشان كده كلمت اللي هو مجدي. حمزه قال لي على اللي ناوي يعمله، عشان كده قبل ما نخرج جابر من هنا لبسناه واقي من الرصاص. كده جابر ميت قدام الكل، يعني اللي وراه مش هيخطف اي حد تاني. والاهم ان احنا قطعنا الصله بين جابر وبين كل اللي معاه. وكده يبقى نعمل فيه اللي احنا عايزينه ومحدش له عندنا حاجه. جابر قدامك فرصه تساعدنا من غير ما حد يعرف. انا عارف ان انتوا بتجهزوا العمليه كبيره قوي، وعارف انها هتحصل قريب. يا تتكلم يا جابر، يا اما انا بنفسي اللي هخليك تتكلم، وساعتها موتك مش هيبقى اشاعه. حتى لو اتكلمت مش سلام، اللي هيحصل مشكلتي انا. هيا يا جابر، لو اللي قاله ده حقيقي يبقى قدامنا كام ساعة عشان نمنع الكارثة اللي هتحصل. خمس دقايق وعايز كل الضباط عندي في غرفة الاجتماعات. حاضر. اتفضلوا يا حضراتكم. يلا في ايه؟ طب احنا ورانا يوم طويل، انت تمام ولا ايه؟ انا تمام، هعمل بس مكالمة ضرورية وهحصلكوا على الأوضة. المشاكل ما تتحلش بالشكل ده. لا تتحل ولا ما تتحلش، انا راجعه بيتي ومش جايه هنا تاني. طيب انا بس عايزه افهم هو عمل ايه عشان كل ده. اساليه كان بيعمل ايه مع الهانم بتاعته. غاده اللي وعدني انه عمره ما هيكلمها تاني وماشي معاها من ورايا. قول لها يا بيه كنت بتقابلها ازاي وبتعمل معاها ايه طول الشهور اللي فاتت. السمر عشان خاطر انا المره دي تعالي نقعد كده ونهدى ونتكلم براحتك. قلت لك مش هقعد، ورقتي تجيني بالسوق بدل ما اخدها بالمحاكم. رجعت اتكلم غادة؟ احنا خلاص حجزنا، راجعين الكويت على طيارة بكرة الصبح ان شاء الله. ايمن الحمد لله كويس. الله يسلمك، بس بطمن عليك انت الاول. ماشي يا سيدي.
طيب علي عايزه تسلم عليك. الو. ايوه يا حمزه طمني انت كويس؟ انا كويس جدا ما تقلقيش عليا. طيب يا حبيبي انا مش هشوفك قبل ما اسافر. حقك عليا يا عليا بس وحياه ايمن ما تزعلي مني. لا يا حبيبي مش زعلان بس عايز اسالك سؤال جاوبني بصراحه يا حمزه. انت اللي بيحصل معاك ده ليه علاقه بغاده؟ لا خالص خالص غاده ملهاش اي علاقه باللي بيحصل وانا خلاص مفيش اي حاجه بيني وبينها. خدي بالك انت بس من نفسك هتوحشيني قوي. لا اله الا الله. الو يا سليم انت فين كل ده؟ ليه مش بتكلمني ولا بترد عليا؟ انا كويسه يا سليم واحمد كويس انت اللي فين؟ لا طبعا اقوله ايه؟ قلت له انك مسافر. ما تقوليش وحشتني. لو وحشتك قوم تعالى. عمليه اخيره؟ حرام عليك. كفايه بقى يا سليم. ده هيبقى خط سيره اللي وصلني انه هيروح يحضر حفلة تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة يوم الاثنين اللي جاي. احنا هنقابله هنا اهو. دي هتبقى فرصتنا. انا بصراحة مش شايف انها فرصتنا ولا حاجة. احنا ولا العدد بتاعنا ولا السلاح اللي معانا كفاية. وبيني وبينك يا شيخ جابر حاسس ان هو كمين ومعمول لنا. أنا متهيألي تفكر في الحكاية دي تاني. أنت اللي المفروض تفكر كويس قوي يا سليم قبل ما تتكلم. أنت مش عايز مراتك وابنك هيمشوا معاك؟ ماشي هسفرهم معاك بس في نفس الوقت تسمع بقى اللي أنا بقول لك عليه وننفذه. مفهوم؟ تمام. غادة في واحد اسمه خالد على التليفون من الشغل عايز يكلمك. مش عايز اكلم حد يا ماما. طب اقول له ايه؟ قولي له نايمة مش موجودة. قولي ماتت. قولي اي حاجة انت عايزاها. يا بنتي بتفهميني ايه اللي حصل؟ يا ماما انا من الصبح بقول لك مش عايزة اتكلم مش قادرة اتكلم وانت عمالة تزني عليا. خلاص بقى حرام عليكي. خلاص خلاص حقك عليا حقك عليا انا اسفة. دلوقتي وباستجواب جابر قدرنا نحدد ضربتهم اللي جايه. المره دي هتكون سياده رئيس الوزراء شخصي. سيادته راجع مصر النهارده من رحله قام بيها للخليج. ده معناه ان الضربه ممكن تتنفذ جوه المطار وبمجرد وصوله. تامين مكان بحجم المطار مساله مش سهله. سياده اللواء رفعت هيكون مسؤول عن تامين خط سير رئيس الوزراء أول ما يخرج من المطار. وأنا هكون مسؤول عن تأمين المطار نفسه وهشرف على القوات اللي هناك. عشان كده حضراتكم هتكونوا معايا. أي استفسارات؟ اتفضلوا يا حضراتكم. أنا كلمت أمن المطار وهم كمان هيبقوا معانا. ربنا يستر بقى والكام ساعة دول يعدوا على خير. المهم بس نبقى جاهزين لأي حاجة ممكن تحصل. طيب انا هروح اتاكد بس طيارات رئيس الوزراء هتوصل امتى بالظبط وارجع لك تاني. خد خالد معاك.
الطياره مش هتوصل قبل ساعتين. في حاجه غلط، في حاجه غلط. غلط ايه تاني يا حمزه؟ ما انا لسه قافل معاهم قدامك اهو. الله، وقالوا لي ان الطياره مش هتوصل قبل ساعتين، ده لو ما حصلش اي حاجه وتاخرت اصلا. لا اكيد في حاجه غلط، في حاجه غلط. مين اللي جاي دلوقتي؟ استني استني استني، انا اللي هفتح. مساء الخير، يا ترى غدا موجوده؟ ايوه، قولها مين؟ معتز شهاب، صاحب شركه ماجا اندستريز اللي غدا بتشتغل فيها. اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا يا استاذ معتز، اتفضل. مساء الخير، اسف اني جالك من غير ميعاد. لا بالعكس، اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل يا فندم، اتفضل. يا ترى نقدر نقعد نتكلم شويه؟ اكيد اكيد، اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل يا فندم. حضرتك تشرب ايه؟ لا مفيش لزوم، انا مش هطول. غدا، انا عرفت النهارده من خالد كل اللي حصل، وعايزك تعرفي ان انا اخدت اجراء ضد مروه. يعني تقدري تقولي كده انها مش هتقدر تضايقك بعد النهارده. مستر معتز، انا الحقيقه متشكره قوي ان حضرتك جيت لحد هنا، ومقدره ده جدا. انا الحقيقه ما حدش مضايقني، بس انا مش قادره اكمل في الشغل اكتر من كده. انا عارف انت حاسه بايه ومقدر كويس، انا بس عايزك تسمعيني. لما طلبت منك تيجي تشتغلي معانا في الشركه، انا كان عندي فكره كامله عن ظروفك وعن كل المشاكل اللي بتمر بيها، وبالرغم من كده انا حاولت اني اقعد. اقعد. ايه ده؟ في ايه؟ لما حاجتك بسرعه. انتوا مين وعايزين ايه؟ جايين نوديك لجوزك. احمد شكرا. ابا وحشتني، وحشتني يا حبيبي. ايه اللي انت بتعمله ده يا سليم؟ بعت لي ناس يتهجموا عليا ويخطفوني. عادي افهمك. اجي على فين؟ افهمك. ها قلت ايه؟ هو في بعد كده قواله؟ بقول لك ايه، الراجل جه لحد هنا، ما يصحش كده. أنا مش عايزك ترجعي الشغل عشان مكسوفة مني، أنا عايزك ترجعي وأنتِ متأكدة إن إحنا محتاجين لك، زي ما أنا متأكد إن واحدة بكفاءتك وموهبتك لا يمكن هتستحمل قعدة البيت. قلت إيه بقى؟ خلاص إن شاء الله هرجع. أيوة كده، مرة تسمعي الكلام. جريت. يبقى أنا هستناكي بكرة، ويا ريت ما تتأخريش، عندنا شغل كتير قوي مش عايزين نضيع وقت تاني، ماشي؟ حاضر أكيد. طب يا فندم اي حاجه بس كده ما يصحش. خليها المره الجايه، اسيبكم تستريحوا. الله يخليك. انا اذنكم. اهلا وسهلا. انست وشرفت يا فندم. انست وشرفت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اظن بقى مالكيش حجه، نرجع الشغل وننسى كل اللي حصل. حرام عليك البهدله والرعب اللي انت معيشنا فيهم. بعت لي ناس يخطفونا من البيت في نص الليل وجايبني هنا وسط ناس مجرمين. انا مش مرتاحه خالص يا سليم، انا عايزه امشي من هنا دلوقتي حالا. ده بدل ما تاخديني بالحضن وتقولي لي وحشتني. اهدي اهدي وتعالي اقعدي. ما كانش في طريقه تانية اقدر اقابلك بيها، والله العظيم لو كان في طريقه تانية كنت عملتها، وانت عارفه كده كويس. اهدي، الناس دي بعد خمس دقايق هيمشوا وعمرك ما هتشوفيهم تاني ابدا، عشان احنا هنهرب، هنسافر. هنهرب ازاي؟ انت هتهرب ازاي من الناس دي؟ انا ما يهمنيش الناس دي ولا يهمني الداخليه، انا يهمني انت وابني وبس. انا ظبطت كل حاجه، وادي الباسبورات اهي،
معايا. ايه؟ لا يا سليم، لا انا خايفة. الناس دي عمرها ما هتسيبك في حالك. حتى لو مش عايزين يسيبوني، مش هيقدروا يوصلوا لنا. بقول لك هنسافر، هنختفي، ما حدش هيعرف طريقنا فين. مش ده اللي انت كنت عايزاه يا غدا؟ مش ده اللي انت طلبتيه مني؟ ان احنا نسافر ونرجع نعيش مع بعض حياة طبيعية تاني؟ ايه اللي حصل لك؟ ليه جاي دلوقتي بتترددي؟ ها؟ عايزة تسافري فين؟ نفسك تروحي فين؟ قولي بدل ما اختار انا وادبسك. يعني المرة دي بجد يا سليم؟ بجد هروح قلبي سليم. بحبك قوي. سليم يا فندم هنا دلوقتي. متأكد؟ متأكد يا فندم. سليم بعت ناس خدوا مراته وابنه ليه علشان يهرب بيهم، وده معناه ان ما عندناش اي وقت، لازم نتحرك بسرعة قبل سليم ما يهرب. ايوه يا فندم، بس لو قبضنا عليه يعني في وجود مراته وابنه يبقى كده بنعرضهم للخطر. ولو ما حاولناش سليم هيهرب ومش هنقدر نوصل له تاني. يا فندم انا قواتي جاهزة ومستعد اتحرك دلوقتي. ست اللواء عنده حق، وكمان يا جماعة لازم نأمن مرات سليم وابنها، بس مش معنى كده ان احنا نسيب سليم يهرب. تقدروا توصلوا له في قد ايه؟ لو اتحركنا دلوقتي نوصل له في خلال ساعة بالكتير. ده لو سيادة الرائد ما عندوش مانع. طب يلا يا جماعة، جهز القوات وتحركوا على طول، وخليك على اتصال بيا طول الوقت. تفضلوا يا جماعة. تمام يا فندم. فندم بعد إذن حضرتك، يعني لو عملية القبض يعني هتتم النهاردة أنا عايز أبقى موجود. أرجوك يا فندم، ده طلب أخير. شكرا شكرا. ممكن أعرف بس إيه اللي بيدور في دماغك؟ إيه اللي خلى جابر يتكلم؟ عادي يا حمزة، عادي، عشان ما لقاش حل تاني قدامه، ثم إن رجالته أصلا كانوا عايزين يخلصوا منه، وهو اللي عمل معاهم واجب مش أكتر. لا لا، رجالته ما بيتصرفوش من دماغهم، يعني لو هم فعلا عايزين يخلصوا من رئيس الوزراء يبقى هو اللي أمر بكده. وبعدين فين سليم من ده كله؟ هتقول لي سليم تاني؟ سليم وزفت يا حمزه، سليم مات اتنيل. يا بهاء يا بهاء، انت عارفني من زمان قوي وعارفني كويس. لو انا مصمم على انه لسه عايش يبقى انا متاكد. ماشي يا حمزه، انت متاكد وتمام. سيبك بقى من كل دوت وركز معايا دلوقتي. سمعت اللي هو مجدي لسه قافل معايا من شويه وقال ان هم هينقلوا جابر السجن، بس مش هنقول ان هو لسه عايش. جابر هيتنقل من الوزاره دلوقتي؟ امال هيفضل قاعد لنا في الوزاره كده يعني زي قرد قطع؟ ثم احنا خدنا منه اللي احنا عايزينه كله. راح فين يا حمزه؟ بكلمك يا حمزه. رايح فين؟ رد عليا بكلمك. رايح فين يا حمزه؟ يا حمزه بكلمك يا حمزه. بقى احكي بقى. هذا وقد لعبت الصحافة دوراً شديد الأهمية في الحرب ضد الإرهاب، بسيل من الاختراقات والتحقيقات الصحفية والإعلامية التي كان لها عظيم الدور في كشف المتورطين من الخلايا الإرهابية التي تعمل داخل وخارج البلاد من أجل زعزعة استقرار الوطن. ولكن هذا لا يكفي، فدور كل صحفي وكل إعلامي في المرحلة القادمة هو أن يؤدي دوره اللازم للقضاء على الإرهاب واكتزازه من جذوره. وهذا ما قام به العديدون منا وفي ظل ظروف شديدة الصعوبة، خاصة من كانوا يؤدون دورهم في خضم المعارك حاملين أرواحهم على أيديهم وعلى استعداد لبذلها لينقلوا الحقيقة للقراء والمشاهدين في سائر أنحاء مصر. ونحن اليوم لا نتحدث عن الدور فقط،
بل وعن المتطلبات التي يحتاجها أي صحفي. ونحن اليوم لا نتحدث عن الضوء فقط، بل وعن المتطلبات التي يحتاجها أي صحفي ليتمكن من تأدية واجبه، وعلى رأسها توفير غطاء أمني لرجال الصحافة والإعلام، وخاصة بعد سقوط البعض منا شهداء أثناء تأديتهم لواجبهم. وهذا ما تمكنا من الحصول عليه مؤخرا بعد سلسلة من المطالبات والتوصيات. ومن أجل هذا وجب علينا أن نوجه الشكر لسيادة الأستاذ الدكتور وسام محمد مسعود، والأستاذ الدكتور محمد عماد حجاب، والأستاذ الدكتور سامح سمي على مجهوداتهم المتواصلة في دعم الصحفيين والإعلام وإمدادهم بكل ما يحتاجون إليه ليؤدوا واجبهم ودورهم. يكون بنا في المكان يا جماعة! لا إله إلا الله. غادة! يا غادة! غادة! ايه يا ماما في ايه؟ تعالي يا بنتي شوفي ايه اللي بيحصل. لا حول ولا قوة الا بالله. في ايه؟ تعالي اقعدي. ايه ده؟ بنتي يا بابا تمشي وتسيبني. لا يا حبيبي مش هسيبك تاني ابدا. هنسافر مع بعض وهنعيش في بلد جميلة جدا، وهتروح مدرسة جديدة، وهيبقى عندك صحاب جداد هيحبوك وهتحبهم، بس مش هيحبوك أكتر مني. لان انا بحبك اكتر واحد في الدنيا، مش انت عارف كده كويس؟ صح؟ طب هبوسه بقى. اوعى تتحرك من هنا، فاهم؟ ما تتحركش من هنا ابدا، ما تتحركش. مش شايفه كل اللي بيحصل ده؟ مفيش غيره يعمل كده. يا بنتي يا بنتي سليم مات. سليم عايش، ده اللي حمزه قالهولي. هو انت قابلتي حمزه؟ هو جالي عشان يحذرني بس انا ما صدقتوش. صدقي يا بنتي ايه؟ ايه اللي صدقيه؟ هو ده كلام حد يصدقه؟ ما هو كل يوم والتاني في تفجير، يبقى سليم سليم ايه بس؟ استني 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 استني. وما زلنا في انتظار بيان الداخليه بعدد القتلى والجرحى، لكن السؤال يفرض نفسه الان، ماذا يحدث بمصر؟ والى متى سيستمر مسلسل الانفجارات والعمليات الارهابيه؟ رايحه فين يا غاده؟ وفي الضحايا رايحه اقابل حمزه.